تستوي الحسنة ولا السيئة، ومن أحسن قولا
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى قوها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، يسمع أنين المظلومين ويجود عليهم بعونه ونصره، السميع القريب النصير المجيب، يجيب المضطر إذا دعاه، ويجير من استجار به، ويكفي من توكل عليه، لا يسأله عبد فيخيب، ولا يلجأ إليه مظلوم فيضيع، ولا يستنصره ذو حق فيهزم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن لله إرادة ولا يكون إلا ما أراد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه جل في علاه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المرابطون في أرض الإسراء والمعراج، لقد تقرحت أكباد الصالحين ودمعت أعين الناظرين مما يجري في غزة هاشم من قتل للمستضعفين وتشريد للنساء والأطفال والشيوخ، قتل ودمار وهدم وردم وحصار واعتداء وتخريب وتهجير وتغريب، أحداث دامية، مناظر مأساوية تتفطر لها القلوب وتدمع لها العيون، وما هو إلا صراع بين الحق والباطل. وصدق الله القائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لذلك من سنن الله الكونية أن الله يبتلي عباده ليمحصهم وليميز الخبيث من الطيب قبل أن يمكنهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المصلون، أين حقوق الإنسان المزعومة؟ سقطت الأقنعة وتعرت الوجوه وانكشفت النفوس الزائفة، ورأينا الوجوه على حقيقتها: منظمات إنسانية وجمعيات حقوقية وحكومات غربية وشرقية وعربية وإسلامية عجزت عن إدخال قطرة ماء أو كسرة خبز أو غطاء لمن يلتحف السماء ويفترش الأرض. لقد نزلت بنا الهموم والغموم والمصائب والكروبات، خيمت الأحزان على قلوبنا فضاقت والله بها صدورنا، فأين المفر وإلى أين الملتجأ؟ إلى الله سبحانه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أيها المرابطون، اعلموا أن النصر والأمن من عند الله سبحانه دون سواه، وهو سبحانه مالك الملك ومدبر الأمر وكاتب النصر ومسخر الجند. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فمن كتب الله له النصر فلن يهزم مهما بدا ضعيفا، ومن خذله الله فلن ينصر وإن بدا قويا. وهو القائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا كلام الله من قبل أن يخلق الخلق وفي اللوح المحفوظ. وقد قضى الله وكتب الله وأنبى الله وخط في أم الكتاب، حيث قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فهو القوي المتين، وله عزة الغلبة وعزة القوة، وهو القاهر فوق عباده. أيها الموحدون، إن الله جل ثناؤه ذو قوة
وقدرة على كل من حاده وحارب أولياءه واعتدى عليهم. بشر المؤمنين بأن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة، وهذا وعد لا يخلف ولا يغير. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا تقرير سنة من سنن الله تعالى التي لا تتخلف، وأن النصر حليف المؤمنين والمظلومين، وهذا في وقت يحدده الله عز وجل وفق علمه وإرادته جلت قدرته. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا إرثنا وهذا ديننا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالله ذو عزة وعظمة وتمكين. أيها الصامدون، أيها الصابرون، أيها المحتسبون، فليعلم كل مسلم غيور على دين الله أنه مهما ساء واقع أمته، ومهما امتد كيد الأعداء وطال ليل الظالمين، فإن المستقبل لهذا الدين والعزة لأوليائه ولو بعد حين. وتشهد بذلك نصوص القرآن العظيم وسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبشر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حيث قال: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. واعلموا رحمكم الله أن من سنة الله في خلقه أن ينصر عباده المؤمنين، وأن يمكن لهم في الأرض متى ما قاموا بنصر دينه وسعوا لذلك. ولئن تخلفت وتأخرت هذه السنة في بعض الأزمان أو في بعض الأحوال فما هي إلا لحكمة يريدها الله الواحد الديان. ومهما كاد أعداء الإسلام لدين الله ومهما بذلوا لمحاربته فإن الله لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فاتقوا الله يا عباد الله، وتذكروا دائما أن الله مع المتقين وأوليائه الصالحين، وما النصر إلا من عند الله. عباد الله، لا أحد من البشر أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من البشر أعلم بالدعوات النافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان ليختار لنا إلا أنفع الدعاء، وما كان الله ليلهمه إلا أفضل الدعاء. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب أو هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أيها المؤمن، مد إليه يدك فإنه لا يخيب السائل ولا يقطع الرجاء. وقد أمرنا بالدعاء، قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وقال أيضا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فأيقن أن النجاة لا تكون إلا بالدعاء، وأحسن الظن بالله، فما يجري بالكون لا يجري إلا بأمره ووفق حكمته، فهو يجريها بحكمة دقيقة ولطف خفي عجزت العقول عن إدراكه. وتدبروا عظمة هذه الآية العظيمة، قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإليه نلجأ ونحتمي، وهو وحده من سيكشف ضر المضرورين، لا إله إلا هو. أيها المرابطون، الدعاء عبادة لا تنقطع، فهو
بالدعاء سقيا للروح وغيث للقلب، فالنفس حين تنبض بالدعاء ترقد في رحمة الله، هذه النفس تستقيم فلا تندثر ولا تنحرف، فهي في حالة قرب مع الله. لذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا عندما أرسله إلى اليمن فقال له: يا معاذ، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم افرغ علينا النصر والصبر يا رب العالمين. اللهم إنا مظلومون فانتصر. اللهم أيدنا بقوتك وملائكتك واجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكتب الشفاء العاجل لجرحانا والرحمة لموتانا، وارفع شهداءنا في عليين يا أرحم الراحمين، وأطلق سراح المأسورين، وأعدهم إلينا سالمين، وفك الحصار عن إخواننا المحاصرين، واحفظ مسجدنا واجعله عامرا بالإسلام والمسلمين. عباد الله، توجهوا الله بالدعاء والتسليم، وادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، فيا فوز المستغفرين، استغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، مثيب الحامدين وراحم المستغفرين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يجيب دعوة الداعين ويزيد الشاكرين، واشهد ان سيدنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله، الدعاء سلاح المرسلين وأتباعهم من الصالحين، وهو أعظم سلاح يملكه المؤمن، وهو أعظم سلاح يملكه المؤمنون في مواجهة الجبابرة الظالمين على مر العصور والدهور. فأمر الدعاء عند الله عظيم، وهو الذي يمنع المقدور ويرفع المكروه. فبالدعاء أغرق الله عز وجل الأرض كلها، ونجى من الغرق سيدنا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. وهذا كليم الله موسى استنصر ربه على فرعون وجنده فنصره الله عليهم. أيها الموحدون، الأمور والأقدار بيد الله، فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً عطل قوانين الكون، وقد حدث وأخبرنا بذلك أن النار لم تحرق الخليل عليه السلام، لأن الرعاية الربانية قالت: قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. البحر لم يغرق كليم الله، لأن الصوت القوي الصادق نطق بكلمة التسليم عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. والحوت لا يهضم والجبل لا يعصم، نواميس الكون كلها تتغير بأمر الله وقدرته. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزنوا إن الله معنا. ينزل الأمن والأمان والفتح والسكينة. وفي بدر الكبرى يصف ذلك المشهد سيدنا عمر رضي الله عنه فيقول: استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه إلى السماء فجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام
لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمده الله بالملائكة المرسلين. أيها المسلم، أيها المؤمن، مهما ينزل بك من بلاء وشدة فإن الله عز وجل سيجعل منه فرجا، فلا تضق ذرعا. فمن المحال دوام الحال، والليالي حبلى، والغيب مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن. فالخلق خلقه، والأمر أمره، ونحن عبيده وفي ملكه. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، ولن يغلب عسرا يسرين. إن العالم كله لو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فثق بما دبره الله، وتقرب إليه، وأحسن الظن به. فحسن الظن بالله ركيزة أساسية في عقيدتنا، أمر أوجبه الله علينا. وتوكل على الله، لأن التوكل على الله من أعظم مقامات الإيمان، وأصل لجميع مقامات الدين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأنك تعتمد على الله وتثق به وتلجأ إليه وتفوض أمرك إليه. فالذي أخرجك من بين الصلب والترائب سيخرجك من الكرب والمصائب. أيها المصلون، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، وكونوا حيث يحب الله، واجتنبوا ما يكره، واصبروا وصابروا، وألحوا في الدعاء، واحسنوا الظن بالله يستجيب دعاءكم ويعطيكم سؤلكم. فإن ربكم جواد كريم، واسع المغفرة، عظيم العطاء، لا يتعاظم شيئا أعطاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقطع أجل أمل أعدائنا، وشتت اللهم شملهم وأمرهم، وفرق جمعهم، واقلب تدبيرهم، وبدل أحوالهم، ونكس أعلامهم، وقرب آجالهم، ونقص أعمارهم، وزلزل أقدامهم، وخيب آمالهم، وخرب بنيانهم، واقلع آثارهم، حتى لا تبقى لهم باقية ولا يجدوا لهم واقية. واشغلهم بأنفسهم، وارمهم بصواعق انتقامك، وابطش بهم بطشا شديدا، واخذهم أخذا عزيزا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم دمرهم تدميرا، تبرهم تتبيرا، واجعلهم أباء منثورا. اللهم استجب دعاءنا، والطف بنا فيما نزل. سنقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء بعد الصلاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. وأنت يا مقيم الصلاة، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الغائب على من أحضر على صلاة الغائب على أرواح الشهداء المسلمين وعلى من أحضر من أموات المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك. الصلاة يرحمكم الله وأثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.